في ديالا أسعار اللحوم الحمراء تشهد ارتفاعا جديدا فاق ما سجلته الأسواق مؤخرا من غلاء، إذ لامس سعر الكيلوغرام الواحد 20,000 دينار. يقول مواطنون أن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء المتواصل يزيد من الأزمة الاقتصادية ويؤثر في دخلهم ورواتبهم، إذ باتت بلا قيمة أمام الغلاء. كان بال14 صعد 18، هسه النوب صار ب20. زين اقول لك هو اللي يوميته 20 و25، هذا بيش يجيب اللحم؟ ويقول لك يعني احنا العراقيين متعلمين اللحم وجبه اساسيه بالاسبوع او باليوم، يعني السفره لازم عليها لحم ببرك، احنا العراقيين نحبه. زين هذا الكاسب اليوميه شلون راح يطلع؟ زين هاي المشكله يعني لازم يحلوها. ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء دفع آلاف المواطنين إلى الحد من شرائها واللجوء إلى البيضاء، ولا سيما الأسماك والدجاج، فيما يعزو الخبراء والمتخصصون غلاء الأسعار إلى تراجع أعداد المواشي العراقية وارتفاع أسعار الأعلاف وقلة الدعم الحكومي للمربين. هنا في أربيل كثير من هذه اللحوم المجمدة غير العراقية تسوق إلى المطاعم بشكل يومي، ومنها البرازيلي والأسترالي. يتراوح سعر الكيلوغرام من اللحوم المجمدة من 7,000 إلى 8,000 دينار، وهو أقل كلفة من نصف ثمن لحوم الذبائح العراقية، إذ يصل سعرها إلى 20,000 للكيلو الواحد. هي كل مطاعم كلها هاي برازيلي، شويه خومانة مو خوم فريش، تقريبا كلها مستورد برازيلي. برازيلي زين، استرالي زين. ممكن ياخذونه للمطاعم يخلطوه مع الاكل، ما يبين عليهم، واللي يريد كباب اللي يريد غير يحطون من المجمد هذه يمشون سلعتهم يعني. الرقابة الصحية في أربيل منعت اللحوم الهندية وأخرى مجهولة المنشأ وسمحت بسواها من البرازيلي والأسترالي، وتختلف هذه اللحوم في الطعم والرائحة فضلا عن كونها تحتاج إلى وقت أكثر لطهيها. أما هنا في واسط اللحوم البيضاء بديلا عن لحم الغنم العراقي، لا لأنها ألذ وأطيب بل لأنها أرخص. على الرغم من أن واسط تعد من المحافظات المنتجة للحوم الحمراء، فإن سعر كيلو لحم الغنم هنا وصل إلى 20,000 دينار، ما سبب إقبالا على اللحوم البيضاء وخصوصا الدجاج. شراء اللحم من يعني من القصب هو غالي، فيعني الزبون ما يقدر يشتري اللحم وما يقدر يدفع المبلغ مالته، يعني يوم عن يوم ده يصعد، فإذا هذا سبب يفضل الدجاج. يعني الدجاج أبسط شيء قطعة اللحم تكفي نفرين، تمام أوكي، الدجاج لا تكفي 4 نفرات. الإقبال الاستثنائي على الدجاج في واسط ولد مخاوف من أن ترتفع أسعارها، فسعر الدجاج الحية كان قبل أسبوع 5,000 دينار فقط، أما اليوم فسعرها 6,000، في مؤشر على بدء ارتفاع هذه اللحوم أيضا. قال مواطنون في واسط أن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء دفع الناس إلى العزوف عن شرائه واللجوء إلى البيضاء ولا سيما الأسماك والدجاج. نتابع. أكثر الناس طبعا أغلب الناس بدأت تتجه إلى اللحوم البيضاء، لأن اللحم الأحمر اليوم صار غالي وما عندهم ذيك الإمكانية اللي يقدرون بها يشترون لحوم حمراء، وللعلم حتى اللحوم البيضاء يعني مو باستمرار، جزء بالأسبوع مرة أو مرتين زين يقدر يأكل لحم أبيض، أما اللحم الأحمر فهو غالي عليه، وهذا السبب بعد ما نعرف شنو السبب، سبب بالمنافذ، السبب بالحكومة، بالتجار، ما نعرف شنو السبب. الناس بدأت إقبال كلش كبير على اللحوم البيضاء، اللحوم الحمراء جاي نشوفها كلش غالي، يعني الكيلو وصل حتى 20 أو 18، تحاكي يقولك والله هو هذا زين، من ترجع للحوم البيضاء أرخص وأفضل، بس العالم بدها تشتري لحوم حمراء بس ما جاي تلحي، لأن المعيشة صارت كلش صعبة. استاذ لأنها أرخص، الناس يعني الناس تهوى تحب الدجاج رخيص وطيب وصحي.